قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا غلام إني أعلمك كلمات. لاحظ الكلمات دي قليلة ومختصرة ومفيدة، وبتحسم للناس كثير من النزاع والخلاف اللي بقى الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. شوف الكلام ده كلام مختصر ومحكم جدا، احفظ الله يحفظك، لأنه الإنسان اللي بيحفظ ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي بيخاف الله ويتقي الله ويعمل بأوامر الله وينتهي عند نواهي الله سبحانه وتعالى، ربنا بيحفظه، ربنا بيحفظه، كما قال الله تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيحفظ. لذلك قال تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فاللي بيحفظ هو المولى سبحانه وتعالى، ما في حد بيحفظك إلا الله عز وجل. لذلك قال تبارك وتعالى في سورة الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالمسلم حسب الله سبحانه وتعالى، أي ربنا كافيه وربنا بيغنيه وربنا بيحميه. قال تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيكفيه وبيكفي وبيحمي من تبعه من المؤمنين. عشان كده قال أول، قال لي احفظ الله يحفظك، اللي بيحفظ الله، وغير الله ما يقدر يحفظ، بل غير الله ما يملك لنفسه حاجة، خليه يملك لغيره، ما يملك لنفسه حاجة، كما قال المولى تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أتخيل كل أحد دون الله عز وجل، ما يملك لنفسه حياة، ما يملك لنفسه موت، ما يملك لنفسه رزق، ما يملك لنفسه شيء. قال تبارك وتعالى، قال سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ربنا سبحانه وتعالى ما بيحتاج من أحد لرزق، بل هو الذي يرزق، ما بيحتاج لأحد يطعمه، هو الذي يطعم. قال تبارك وتعالى قل أغير الله أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم في قراءة وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. عشان كده الرزاق ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها، كل الدواب في الأرض، كل ما يدب، كل ما يمشي على الأرض،
وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. جزاك الله خير. وكأين من دابة، يعني كل الدواب من الطير والهوام والوحوش والحشرات والجن والإنس، وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس، قال له احفظ الله يحفظك، قال له احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. لأن ربنا سبحانه وتعالى أنت لما تأتي بالتقوى ربنا سبحانه وتعالى بجيب لك الرزق وبجيب لك الخير. قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تبارك وتعالى ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أول ما أنت تخاف ربك ربنا بيرزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تمشي تطلع من الأعشاش بتاعتها هي جعانة، تغدو خماصا وتروح بطانا شبعانة. قال بيرزق منه؟ بيرزق المولى تبارك وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس تتوجه لله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال له إذا سألت فاسأل الله، تسأل الله لأنه ربنا البيد الملكوت كله، تسأل ربنا. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله. ده كلام ربنا. الزول اللي بيجي هنا بقول لك تدعو من دون الله ده خالف كلام الله. الآيات دي آخر صفحة القبل الأخيرة من سورة يونس. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كل أحد من دون الله لا بينفعك ولا بضرك، لا ينفعك ولا بضرك. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت. طيب لو سويت، لو سويت كده، لو دعيت، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ده كلام الله. نحن ترى نخلي كلام الله ونقعد نبارك كلام فلان وفلان يقول لنا نادوم وادعوهم واندهوا. لا، ربنا قال ما تدعوهم. قال تبارك وتعالى يولج الليل في النهار، سورة فاطر، ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أها، ربنا قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أسا يجيك زول يقول لك لا يا مولانا الآيات دي بتتكلم عن الأصنام ما بتتكلم عن الزول اللي بينادي له صالح ولا نبي. لا، الآيات دي بتتكلم عن كل من دعي من دون الله أيا كان، لو صنم أو ما صنم، لو صالح أو ما صالح. أنت قال الآلهة اللي كان بينادوها في زمن قوم نوح، أنت قال دي أصنام فقط، دي الرجال الصالحين، كانوا رجال صالحين. قال تبارك وتعالى في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ديل كلهم شنو؟ يعوق، يغوث، يغوث، نسرا، كل الخمسة ديل. ابن عباس في صحيح البخاري قال هؤلاء خمس رجال صالحين من قوم نوح.
دين خمسة رجال صالحين كانوا بيتعبدوا الله. لما ماتوا أوحى الشيطان للقوم بتاعينهم قال لهم اعمل لهم تماثيل تتذكرون بها. قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. بيقوا يدعوهم دين كانوا صالحين. لذلك الآية جات وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ليه؟ لأنه عبدوهم. يا أخوانا الإنسان مهما بقى صالح مهما بلغ درجة عالية من الصلاح ما بيجوز تدعو، ما بيجوز ننده، ما بيجوز نعتقد أنه بينفعنا وبيضرنا حتى ولو كان صالح. آخر الآيات في سورة المائدة قال تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وما في زول الليلة بيقدر يقول عيسى ابن مريم ده ما صالح، نبي كريم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. عشان ما في زول يقول لك لا لا الإله ده إلا يكون صنم، لو ما صنم ما ممكن الناس يسووا إله. لا، الليلة دي في ناس عبدوا عيسى ابن مريم، في ناس عبدوا وفي ناس دعوا. ربنا يسأل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، يعني ما قلت، برأ نفسه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ده ما حقي أنا، كونوا يعبدوني ده ما حقي، العبادة لله. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. العبادة حق لي الله. عيسى بن مريم عليه السلام مع أنه نبي كريم ما بيعبدوه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. دي عقيدتنا يا أخواننا في القرآن، في القرآن عقيدتنا إنه ندعو ربنا سبحانه وتعالى وحده ما معه شريك. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن عقيدة اليهود وتكلم عن عقيدة النصارى وراني عقائدهم. قال تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم. الأحبار ذي العلماء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الرهبان ذي العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الحبر العالم بقرب لأنهم عبدوه، عبدوه. والراهب يعني المتعبد بقوا رب. ليه؟ لأنهم عبدوه. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم ربنا قال وما أمروا، بس انتبه معي للشاهد هنا، وما أمروا إلا ليعبدوا، إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عمر شكلك عندك سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. أول حاجة نحن يعني أنا القائم قدامك ده مؤذن في الجانب والإمام هسه ما في، والزول يوم يطلب لي ضيف بي بيدي خبر ولا إلا ساكت بي؟ ها؟ نعم زول بده خبر؟ نعم. الناس دي المواطنين والمصلين والمستمعين كلها ما عندها خبر. وهسه ولدنا ده صلى وقال في ضيوف، الضيوف ده هو المفروض يبلغنا بهم. وهسه السماء الرجوع الخاص، الرجوع الخاص ثاني ما في نقاش. هسه بدل يسبوا لنا احراج ويسبوا لنا فتنه، امس دارين الدوس الليل ده. لا لا والله ما خلاص، بس لا ما انا هنا ما دارين نقاش بعدين. لا لا ما تقول لي تعال لا لا ما دا. انا هاي تفتن الناس وتجيب دواس. لا لا ما في، وقفنا وقفنا. كان في بكره اجابه لي، كان بعد بكره في اجابه لي، بس اسال ليه ما في.
خلاص حل. نعم نسمع كلامك انت ما قايش في المنطقه دي؟ ما في نقاش ثاني. لا ما في نقاش ثاني. ما في نقاش ثاني. ما في نقاش ثاني. يعني ان شاء الله الخص كلامي ما بطول، لكن انا كلامي ما تعرضت لزول ولا تكلمت عن زول، بتكلم على العقيده بالايات والاحاديث. تكلم على العقيده بالايات والاحاديث وما تكلمت لي عن شخص معين ولا اشتغلت به. طيب طيب فيا اخواننا العقيده الاسلاميه واضحه وادلتها واضحه من الكتاب والسنه. واعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله. والليلة كثير من الناس أنا ما أدري بتضايق من الكلمة دي ليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. طيب المشكلة وين؟ وعندنا في زمن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أيديهم، ما في صحابي كان بيدعو نبي ولا بيدعو صالح، والصالحين كانوا موجودين، في صالحين من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلح الصالحين وأفضل الصالحين، ما كانوا بيدعوا ولا كانوا بيستغيثوا به ولا كانوا بيندهوا عند الشدائد. كويس. وفي زول جاب أثر قال من الأدلة على إنه يجوز تدعو غير الله، قال الصحابة في غزوة اليمامة أكان شعارهم في الغزوة ومحمدا، كان بيقولوا ومحمدا، داير يقول لنا يعني يا مسلمين بجوز تقولوا ومحمدا. الكلام ده ما بجوز. ليه؟ أولا الأثر ده ضعيف ما ثابت عن الصحابة، ما ثبت عنهم إنه كانوا بيقولوا ومحمدا. كويس. في غزوة اليمامة دي واحدة. اثنين العلماء قالوا ولو ثبت إنه الصحابة قالوا ومحمدا فهذا ليس دعاء لغير الله، انما عند العرب ده يسمى ندبه. الندبه لما يكون عندك زول انت بتندب، يعني دار تاخذ بالتار بتاعه، دار تاخذ بالتار او دار تنتقم له. ومسيلمه الكذاب كان زعيم بني حنيفه، ومسيلمه ادعى انه نبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ادعى انه نبي. الصحابة لما قاتلوا حاربوا كانوا بيقولوا إن ثبت، بيقولوا ومحمدا، أي انتصارا لمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان دعاء زي ما الناس الليلة بيقولوا تدعو وتنده ويا فلان ويا علان، ده كله ما بيجوز في شريعة الإسلام. اثنين من الأشياء اللي ذكروها قالوا في أثر جابوا ابن تيمية، أثر في المجلد الرابع من الفتاوى، فيه إنه يا عبدي أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. دار يستدل به على شنو؟ على إنه الرجل الصالح ممكن يقول للشيء كن فيكون. أها الكلام ده غلط. ليه؟ أولا الأثر ده أثر باطل، لا يوجد في كتب الإسلام، لا في البخاري لا في مسلم لا في مسند أحمد لا سنن النسائي لا الترمذي لا أي كتاب من الكتب المعتمد عند المسلمين، ولا موطا الإمام مالك ولا موطا الشافعي، لا يوجد ولا عند واحد من الأئمة الأربعة أبدا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ابن تيمية لما جابوا أكان بيتكلم عن منزلة العبد يوم القيامة في الجنة. لاحظوا الناس شالوا منزلة العبد في الجنة وجابوها في الدنيا هنا. معلوم يا أخواننا في الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيدي الإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة أي شيء تتمناه والله بيديك له، صح ولا ما صح؟ مش دي معلومة صغارنا بعرفوها؟ الصغير ولاد الصغير لو سألته قلت له الجنة فيها شنو؟ يقول لك والله يا بابا في أي حاجة، أي شيء فيها. أها عشان كده الأثر ده ابن تيمية استدل به وين؟ في الجنة. وزول القرى الأثر ده وداري يلخبط به على المسلمين كان يبقى زول أمين، أمين ينقل الكلام كله، يقرأ الكلام من أوله. ابن تيمية يقول وفي الجنة منزلة العبد في الجنة، قال أطعني يعني أطعني في الدنيا أجعلك تقول للشيء كن فيكون في الجنة. والكلام ده موافق للآية
ربنا قال في سورة الفرقان الصفحة نمرة 3، قال تبارك وتعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون. أها، في الجنة دي المؤمن عنده شنو؟ ما يشاء. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. عشان كده الأثر اللي بتهمي أجابه ده بيتكلم به عن الجنة، ما ممكن يجي الزول ذاك يحرف الكلام ويشيل كلام ابن تيمية بيتكلم فيه عن الجنة يجي يقول لا 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 لا، العبد يقول للشيء كن فيكون في الدنيا، لا لا ما بقول للشيء كن فيكون ولا أحد. أديكم دليل بسيط بسيط جدا افهموا أي زول. النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره ومكانته العالية، كلكم تعلموا ما حصل في غزوة أحد، المشركين منهم ناس واحد شايل حجر في يده، واحدين بالسهام احاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وضربوه بالحجارة، لحد ما تعلموا القصة كلكم في السيرة إنه النبي صلى الله عليه وسلم اتكسرت سن الرباعية، أها، واتشرطت شفته ودخلت سن المغفر الطاقية اللابسة دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا ما صح؟ وده رسول الأمة وسيد ولد آدم كلهم. إذا كان يا أخواننا الزول بيملك في يده كل شيء، إذا بيملك في يده كل شيء، هل النبي صلى الله عليه وسلم يخلي الناس دول يصلوه؟ كيف يخلي المشركين يصلوه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو عليهم، قال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم، الشد الضرب في الراس. قال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ ربنا نزل عليه الآية: ليس لك من الأمر شيء. الأمر تقدير من الله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل لا أملك لنفسي. انتبه للآية دي، انت عارف لو ركزت فيها شبهات النازلة كلها بتنتهي، بس ركز في الآية دي: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني شنو؟ السوء، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الآية في سورة الأعراف. الليلة اللي بيقولوا إنه عندهم الرجل الصالح يفعل ما يشاء والكون في يده، الآية دي بيعملوا لها شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجن الصفحة الثانية اللي يفتح المصحف ده، خلينا من قال فلان وكتاب فلان ولا فلان، افتحوا المصحف كتاب الله الصفحة الثانية سورة الجن، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول عنه على لسانه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أهل رأي شنو؟ دي آية ولا مي آية؟ أرجع سورة الأنعام، سورة الأنعام الآية 55، قال تبارك وتعالى: قل قل إني قل لا أقول لكم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة. ده كلام الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قل إني قل لا أملك لكم قل لا أملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ده نبينا نبي الأمة محمد عليه الصلاة والسلام، حديثه لبنته ولعمته صفية ولعمه العباس ولكل قوم من بني هاشم وبني عبد المطلب جمعوا يوم واحد ناداهم كلهم، والحديث الآن راجع تفسير ابن كثير، الحديث موجود كويس في صحيح البخاري، الحديث موجود لما أنزلت عليه الآية من سورة الشعراء. أنا لو قلت لك شيء غير القرآن والسنة الأمني، قرآن وسنة كويس، سورة الشعراء ربنا نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا قوم كلهم يا بني هاشم يا بني عبد مناف كلهم اجتمعوا. النبي عليه الصلاة والسلام خص ناس منهم، قال: يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. الكلام ده ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم،
يا فاطمة بنت محمد، الحديث أيضا بيحفظوه، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. دلها البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام زي ده. الليلة يجي زول يقول لنا لا، نحن عندنا الرجل الصالح ينفع ويضر ويملك الكون في يده. لا والله، الكون ملك لله سبحانه وتعالى، ما بيملكه أحد، كبير ولا صغير، نبي ولا ما نبي، ما بيملكه. وده ما إساءة لنبي ولا إساءة لصالح، لأنه النبي عنده مقامه يا إخواننا، عنده مقام عظيم مقامه، لكن ما بنرفع النبي مقام الله تبارك وتعالى. عشان كده لما كان رجل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له صح كده؟ كده كلام صح؟ لا، قال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته جارية بتمدح فيه، والحديث في الصحيح قالت وفينا نبي وفينا نبي، لحد ما قالت بيت شعر، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. أها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تقولي هذا، ده ما تقولي، إنه لا يعلم ما في غد إلا الله. أقرأ الآية الأخيرة من سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أقرأ الآية في سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نحن نخلي القرآن ونقعد ندوش ساي يا أخوانا؟ كلام الله واضح. السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، لما دخل على واحد من التابعين قال لا يا أم ياه، وهي أم المؤمنين لا شك، أمنا كلنا، قال لا يا أم ياه، هل رأى محمد ربه؟ قالت له أين أنت من ثلاث حاجات، من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، ومن حدثك أن محمدا كتم فقد كذب. ما كتم شيء من الشريعة، الشريعة كلها بلغها، زي ما ربنا قال في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيء. الشاهد عندنا، قالت له من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب. معقول الليلة يجينا شيخ يا أخوان احنا في البلد دي أعلم من السيدة عائشة؟ معقول يكون في شيخ أعلم من أم المؤمنين رضي الله عنها؟ قالت له من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد الورى، سيد ولد آدم، ما يعلم الغيب، معقول يجي يعلم واحد الليلة؟ ما يساوي التراب المشى فيه والنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما ممكن، ما في حد يعلم الغيب. ربنا يقول في الصفحة قبل الأخيرة من سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل، يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ أحب أقول شنو؟ الرسل قالوا لا علم لنا، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذا كان الرسل بيقولوا لا علم لنا، طيب أنت تقول لا يا والله شيخنا البياي ده منو، خليني منه، شيخنا بيعلم الغيب باطن وظاهر، يعني شيخك أحسن من الرسل ولا شنو؟ يا إخوان الكلام ده ما يجوز، أدلة القرآن والسنة واضحة، ما يعلم، والجن ما يعلم الغيب، الغيب ده الجن ما يعلموه. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة سبأ الصفحة نمرة 3 أو 4، قال فلما خر، يعني لما خر سليمان، سليمان كان متكئ على العصا بتاعته كده متكئ عليها ومشغل الجن، ومن الجن من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. الجن كان بيعملوا وهو متكئ على عصاه بعين لون، وهم تحت ملك سليمان وتحت رهبة سليمان بيشتغلوا، وما جاي من خبر، سليمان مات عليه السلام وهو قاعد كده
ها ربنا قال ها دابة الأرض تأكل من سأتها، المنسأة العصاية أكلت دابة الأرض، ربنا قال فلما خر يعني لما وقع سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو بيعلموا الغيب إنه سليمان ما كانوا شغالين، بيعملوا تعبانين وهو سليمان ميت ومتكئ على العصاية بتاعته. ما يعلموا الغيب، جن ما يعلم، إنس ما يعلم، الرسل ما يعلموا. يجي الليلة زول دار يغني عن الناس ويقول لهم العقيدة الإسلامية إنه تعتقد إنه فلان داك بيعلم الغيب ويعلم في قلبك، ها في قلبك جوا يعلم. يا ناس يا ناس يعلموا كيف، كيف يعلم في قلوب العباد؟ ها ولذلك دي من أخطر الأشياء ومن أخطر العقائد. وأنا دار أكلمك وكلامي بالنصوص من الكتاب والسنة، ولو حتى الزهل داك داير يجادلنا بالكتاب والسنة ما عندنا مشكلة، لكن قرآن وسنة لا في أي سؤال يزول، لا نشتم زول، لا ننبي زول، والله كلكم أهلنا وأحبابنا وإحنا جايينكم ضيوف من آخر البلد، ها؟ والله لا جايين نسئلنا زول ولا جايين نشتم زول، جايين نكلم الناس بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر من كده. طيب من الأشياء، وأنا دار أختم كلامي وألخصه، من الأشياء المهمة قالوا أثر لعمر رضي الله عنه لما أدب الناس، يعني قحطوا في زمن عمر رضي الله عنه في جدب شديد، كان ما في مطر لحد ما سمعها من رمادة، لأنه الأرض بقى زي الرماد تراب، ما في زراعة ما في شيء قايم. فعمر الخطاب زي ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيستغيث ربنا سبحانه وتعالى والنبي بيدعو ليم، هو داير الآن دعاء، دار يدعو. نشوف عمر عمل شنو، جمع الصحابة قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، كنا نتوسل لك بالنبي. طيب في سؤال يا أخواننا، كانوا بيتوسلوا بالنبي كيف؟ طوالي ترجع في السنة ذاتها بتلقى إنه بيتوسلوا كيف. أنس قال دخل أعرابي إلى المسجد يوم من الأيام، المدينة كان فيها جدب ما في مطر، دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المنبر فوق، قال يا رسول الله هلكت العيال ما في مطر، وجف الضرع، ضرع البهائم جفة لأنه ما البهائم ما أكله، قال فاستسقي لنا يا رسول الله. شوف أول حاجة الأعرابي ده جيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدعو، عشان الناس ما يفهموا غلط، ما قعد في بيتهم وقال يا النبي تنزل المطر، ما عمل كده، مشى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أدعو لينا. وده المطلوب كده يا أخواننا، ودي السنة كده، يعني الليلة لو عندك أي مشكلة أخوك المسلم ما هو النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ما قاعد معانا كويس في الدنيا دي، يعني أنا ما ممشي بلاقيه الآن، لو ده نمشي ألاقيه ما بلاقيه لأنه خلاص انتقل إلى الرفيق الأعلى كويس، لكن أنا ممكن ألاقي أخوي المسلم صح، أي مؤمن من المؤمنين، ما شرط لا فلان لا خاصة بفلان، أي مسلم لاقيه زول بخاف الله زول بيصلي في الجامع أقول له فلان أدعو لي الله. لحد هنا تمام، صحابة كان بيعملوا كده. الأعرابي قال يا رسول الله استسقي لنا، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يدينه قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الراوي قال ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر حقه إلا والماء يقطر من لحيته عليه الصلاة والسلام، نزل المطر. ده دعاء، ما في أي مشكلة في الدعاء يا أخواننا كويس. الأعرابي ده عدى أسبوع المطر ما وقف، طوال أسبوع. الراوي قال فدخل الرجل من ذلك الباب من نفس الباب الخشبي الراجل ذاك، ولعله ده ذاته ده لعله، قال يا رسول الله هلكت العيال من كثرة المطر، ها؟ قال فادعوا الله إنه يصرف عنا. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال اللهم حوالينا، بعيد يعني خلي المطر، شوف ما وقف المطر نهاية، وده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، ما قال يا الله ما دري مطر ثاني، لا لا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، يعني محل الزراعة محل البهائم بتاكل هناك كويس. قال فخرجنا نمشي في الشمس، طوال المطر السحابة زحت والمطر وقف وطلعوا الناس يمشي في الشمس. ده
نموذج لاستغاثة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كويس؟ إنه استغاثوا به يعني دعوه؟ لا. نتوسل إليك؟ لا. نتوسل إليك ما معناها إنه نحن ندعو يا فلان أو نستغيث بك، ما معناها إنه ندعوك من دون الله. لا لا، تقول لا أدعو لي، ده لو جاز نسميه استغاثة. كويس؟ يلا، عمر الخطاب قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا. العلماء قالوا ده فيه دليل على إنه لو كان بيجوز الاستغاثة بالإنسان بعد ما مات، ما كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول للعباس ادعو لنا. لا، أكان يقول للنبي ادعو لنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، فقام قال للعباس ادعو في رواية الزبير بن بكار، قال للعباس ادعو. العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، عنده مكانة منه. طيب، قام قال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم تبنى إليه. ده الدعاء. قال: فنزل المطر كأفواه الخير. طيب، مطر نزلت. طيب يا أخواننا، بس نفهم حاجة بسيطة في التوسل الأول بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل الثاني بتاع العباس. الاثنين، مش النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله وهنا العباس دعا الله، بس ده التوسل الصح، انك تقول لزول ادعو الله والزول يدعو الله بس. لكن كون انا قاعد في بيتنا ادعو الزول، ادعو فلان، اقول له انت ادينا فلان ما عنده حاجه، ولا بينزل مطر فلان، انما فلان يدعو الله، ولو مات خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابي هريره رضي الله عنه: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لكن ذول مات يا أخواننا، الميت ده نحن بندعو له ولا بندعوه؟ ندعو له نحن، نحن اللي بندعو له. الذول لو مات، لو مرت بجنب المغابر: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أنت اللي بتدعو له، أنت اللي بتدعو. الزول لما يموت الليله صلينا على صلاه الجنازه اربع تكبيرات، قالوا له قرينا الفاتحه الثانيه صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثه دعينا له. لكن المشكله عندنا احنا الليله وين؟ ان الناس بيدعوا يندهوا وهو ميت، والميت ما عنده حاجه. غلط تدعوه، لا ما تدعوه، هو ما عنده لك شيء ثاني، لكن انت تدعو لي الله: اللهم ان كان محسنا زد في احساني، وان كان مسيئا تجاوز عن سيئاتي، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، الى اخر الدعاء. لكن الليله لما يجينا زول يقول لنا لا، لابد تنده وتنادوا، اي يعني احنا نخلي الله ونقعد ننادي يا فلان تلحقنا، ويا علان تلحقنا، ويا فلان، وفلان ده ما عنده لنا حاجه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. لاحظ اللي بتدعو ده اولا لنا بنادي فيه: يا فلان يا فلان يا فلان. ربنا قال: وهم عن دعائهم غافلون، ما جاب لك خبره. قال: واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء. لانه حيجي يقول لك: انا قلت لك ادعوني؟ انا ما قلت لك ادعوني. قال تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. اجي تبرى مننا يوم القيامة، اللي احنا بناديه ده: يا فلان يا فلان، يقول لنا: هوي، لا قلت لكم نادوني، لا قلت لكم ادعوني، لا عندي معكم حاجة. عشان كده البيجوز يا اخواننا في الدين، اقول لاخوي المسلم ده اي زول عرفته ولا ما عرفته، زول حسبته فيه الخير، فلان ادعو لي معاك بس. لا في عقيده في فلان، ولا فلان الشغله في يده. يا اخي الاعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل اعمى عديل دخل على النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث رواه الامام احمد ورواه البيهقي وغيره، قال للنبي عليه الصلاه والسلام: إني رجل ضرير البصر، أنا أعمى ما بشوف. قال: فادعوا الله
أن تفهم على النقطة دي. جزاك الله خير. قال فادعوا الله أن يعافيني. الكلام ده ما جاي يا إخواننا، وده بس اللي إحنا دارينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي الله. النبي عليه الصلاة والسلام علموا دعاء. لاحظ، علموا دعاء له، وأنا بوريك دعاء له دي بعد شوية. قام النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت صبرت. قال له واحد من اثنين، إن شئت صبرت، لأنه الزر الأعمى يا أخواننا لو مات وهو أعمى، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله من ابتليته في حبيبتيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الزر الله ابتلي بعينيه وديل يعمى، ربنا بدل بين الجنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خيره، قال لي إن شئت صبرت وهو خير لك، وإن شئت دعوت لك، أختار واحدة من الاثنين. طيب يا أخواننا، بس سؤال بسيط، النبي خيره بين حاجتين، الأعمى اختار شنو؟ قال ادعوا يا رسول الله، بل ادعوا، أنا بس داير أبقى كويس، داير أشفى من العمى. طيب يا أخواننا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمى بين أمرين، معقول النبي صلى الله عليه وسلم يخون الوعد؟ ممكن؟ أسي ولو زول داعي يا ساي خيرك بين حاجتين، أنت بتقول والله يا أخي مولانا ده ما بيخلف الوعد. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخلف الوعد؟ خيره بين أمرين، الأعمى يختار إنه يدعو، قال له بل ادعو يا رسول الله. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء، قال لي امشي قول ها اتوضا، بعد ما تتوضا صلي ركعتين وقول اللهم اني اتوسل اليك بنبيك نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعني فيه وشفعه فيا. الجزئيه دي من الحديث مهمه، بيقوموا ذلك بيقطعوها عشان يجي يقول لك لا بس الاعمى ادوا دعاء، والاعمى قال أني أتوجه بك إلى ربي. لا، أنت ما تتم كله، شفعني فيه وشفعه فيا، يعني يا الله أقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي وأقبل دعائي له، يعني دعائي إنه الله يستجيب دعائه، ده معنى الكلام كده. فالأعمى ده مشى صلى ركعتين ودعا بالدعاء ده كويس، طوالي رجع بصير يشوف أي حاجة البعيد والقريب. طيب يا اخواننا، فهم الاثر ده كله شنو؟ نفس الاثر القبيل، انك تمشي تقابل الزول الدار يدعو لك ده، ولا ان شاء الله لو في زماننا ده بالتليفون فلان قول له ادعو لي يلا معك. لكن هل بيجوز نستدل بالاثر ده نقول ها انه الزول يشيل دعاء الاعمى ده ويدعو به خلاص؟ لا، ما بيجوز. ليه؟ العلماء قالوا في حاجه ناقصه. الناقص شنو؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي للأعمى، لأنه النبي دعا له كويس. عشان كده ما بيجوز تمشي تشيل كلام الأعمى إلا لو درت تطبق الحديث ده، تعمل شنو؟ تمشي ليزول ها من الناس اللي بتحسب فيهم الخير، قول له ادعو لي ربنا سبحانه وتعالى. وده زي القصة بتاعت قصة الأعمى دي، شبيهة بالقصة بتاعت المرأة اللي كانت بتصرع، بتجي الصرعة حالة زي الجنون، يعني زي حالة المس بتاع الشيطان. فلما تجي الصرعة بتقع في الأرض وتتكشف، فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله أن يعافيني. النبي عليه الصلاة والسلام خير برضو زي الأعمى، قال لا إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. دي كمان اختارت عكس ما اختار الأعمى، قالت إذا أصبر يا رسول الله، رضت، قالت أنا رضيانة بالمرض ده، إذا أصبر يا رسول الله. قالت له لكن عندي طلب، ها لكن قالت لكن أدعو الله ألا أتكشف. شوف ذات تغواها وخوفها من الله كيف، ها قالت له بس أنا لو جاتني الصرعة دي بس أنت أدعو لي الله إنه أنا ما أتكشف، يعني ما في ذول يشوفني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لي ربنا إنه ما تتكشف. الراوي الأثر قال فكانت تصرع ولا تتكشف، تقع في الواطة وتصرع
ما ينكشف منها أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها. عشان كده يا أخواننا الأثر ده وأثر عمر وأثر الأعمى كلهن فائدة واحدة، إنه أنت لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم قول له أدعو لي، وتاني مقابلته بالنسبة لنا نحن ما في طريقة ليه إلا نقابله يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى كلنا نقابله ويشفع علينا ونخش الجنة جميعا. كويس؟ في الدنيا دي ما في طريقة نقابله. طيب الآثار دي نعمل بها كيف؟ نشتغل بها كيف؟ نحن لو ما قابلناه نقابل أي واحد من المؤمنين ويدعو لنا بالخير، ما في مشكلة ده. طيب يا أخواننا آخر أو لعل هو آخر ما عندي، وبعدها تاني لو في سؤال سؤالين إن شاء الله نجاوب عليها. كويس؟ العقيدة دي كلها يا أخواننا، كل اللي تكلمت عنه هذا مبني على كلام من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن كمسلمين لا نتبع لطائفة ولا ننتمي لطائفة، إنما ننتمي للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحبه ونعظمه ونعظم كلامه ونتبع له هو. عشان ما نقعد نفرق المسلمين لجماعات يلعن بعضهم بعض ويكفر بعضهم بعض، لا، نحن كلنا نجتمع خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأي زول يتكلم لنا في العقيدة نقول له نحن دارين أدلة، دارين دليل. أنت اللي قلت لنا بجوز ندعو غير الله، إذا زول قال كده وين الدليل؟ قلت لنا الصالحين بيتصرفوا في الكون، وين الدليل؟ ما عنده دليل. يجي يقول لك يا أخي قصة آصف ابن برخياء ده اللي كان مع سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني آتيك بعرش بلقيس أجيبه لك قبل ما يرتد لك طرفك. كويس؟ يقول لك ده آصف ابن برخياء، وآصف عنده مقدرة يجيب العرش بتاع بلقيس من هناك، إذا ما دام آصف عنده هذه المقدرة إذا الصالحين التانين عندهم هذه المقدرة. ايوه، بس نسأله سؤال واحد عشان ما يستدل غلط، نقول له آصف ده عمل كيف؟ رجع التفسير، دعا ربنا، دعا الله والله جابه، وهل نحن عندنا مشكلة يا اخواننا في كونه زول يدعو الله؟ في مسلم عنده مشكلة في الحتة دي؟ ما في مشكلة. زول دعا الله، الله جاب له عرش بلقيس، الله جاب له اي شيء، حتى ولو في ذهنك انت مستحيل، مش دعا الله، الله جابه له، دي ما فيها مشكلة. لكن ما تجي تقول لي انا ما دام صالح انا الموضوع ده في يدي، بجيب ده وبجيب ذاك والكون في يدي واتصرف زي ما انا داير، لا، ده ما في، ده كده ما في. مريم عليه السلام لما دعت ربنا سبحانه وتعالى، وزكريا عليه السلام لما جاء داخل على مريم لقى عندها اشياء قدام رزق ما في ذاته في البلد، فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، ده من وين؟ رزق ما في البلد ذاته. تخيل معي انت تجي هنا تلقى لك واحد جايب له رمان وجايب له شنو وفي البلد ما في ذاته، وذول مقطوع بعيد في محراب بيتعبد قاعد في بعيد من الناس، قال لها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. ما في مشكلة هنا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربنا قال هنالك، الآية البعدية هنالك دعا زكريا مريم، دعا زكريا منه ربه. لكن الليلة نحن مشكلتنا في البلد دي، الواحد أول ما يشوف لك رامع الراجل ما بيدعو الله، الأدى الراجل بيدعو الراجل هو، يا فلان يقول لك الحقنا، يا زول فلان ده جابه من عنده ولا ده والله. عشان كده ربنا قال لك هنالك دعا زكريا منو ربه، زكريا دعا الله ما دعا مريم، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة إلى آخر الآيات. عشان كده يا اخواننا نحن الشغله لما يتلخبطت عندنا ناس شافوا كرامات عند زول، ومرات تكون ما كرامات ذاتها، ما كرامات، ممكن تكون خوارق عادات وخوارق. اي زول ظهرت على يده حاجه زي دي ما معناه صالح، الناس بيفهموا غلط، يقول لك يا مولانا زول احنا شفناه اليوم ذاك ده طار بفوق
واحد يقول لك شايل له ثعبان، واحد يقول لك شايل له عقرب والعقرب ما بتضربه هو انتوا قايلين اي زول في يده حاجه زي دي معناه صالح؟ والله المسيح الدجال ده عنده حاجات، والله في الوطن ده كلهم ما عندهم، واكفر كافر مكتوب في جبهته هنا كافر. المسيح الدجال ده يقول للسماء امطري مطر انزلي، المطر بتنزل. يقول للارض انبشي، الارض تنبت نبات. يا اخواننا دي لو علامه للصالح، لو دي كده بس كفايه انه ده صالح، معناه المسيح الدجال ده صالح كبير جدا. وده لو جاء في البلد دي بغوش ناس كتار زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، المسيح الدجال يشيل السيف ويلين فيه شاب يشقه على اثنين، يبدا يشق بيجاه ويشق بيجاه ويمشي فيه نصين، يمشي فيه نصين كده عشان ياكد للناس انه انا قتلته. شق بهنا وشق بهنا ومشى فيه نصين. بعد ذاك يتلفت عليه يقول له قوم، يقوم ثاني شاب في محله. ده شغل بتاع شعب ذا كويس خوارج، لكن ده ما معناه انه صالح ولا معناه انه زول ولي، لا كافر وملعون المسيح الدجال كويس. بعد ده الشاب ذاك اول ما يشق اثنين ويقوم على حيله برضه ما بيؤمن به، اقول له انت اللي اخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم انك انت المسيح الدجال وانت كافر وما الله. اذن يا اخواننا خلاص الموضوع، ما كل زول اللي شفنا عنده كرامه ولا شفنا عنده ده خلاص الناس تندهوا حتى لو بقى صالح. ده انا خلاصه ما عندي في الكلمه دي، ومعليش بعض الناس اللي شويه اخذوا في نفسهم. نحن يا اخواننا والله ما جينا زي ما قلت لكم قبل، ما جينا لكلام في احد ولا اساءه لاحد، ولا الحمد لله نحترمكم ابائنا واخواننا القدرنا والاصغر مننا، نحترمكم جدا ونقدركم جدا، وما جايين الا نبلغ الناس شيء مما علمنا الله سبحانه وتعالى من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلامي ده ذاته لو فيه غلط أي زول ينبهني يقول لا يا شيخ النقطة الفلانية دي كنت قلتها وغلط، الآية دي جبتها غلط ولا الحديث دي جبته غلط، وما في أي مشكلة. ولو في حد عنده سؤال زيادة كلام ما في مانع إن شاء الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.